تلحنوش في البرلمان وحقوق الانسان مرجعيات وممارسات. هو ماشي والد اليوم ولا والد هذه اللحظه، ولكن في الفتره اللي كنا كنعيشوا الحجر الصحي يعني بفيروس كورونا، كانت عنده كان كيطالع بزاف، قرا بزاف، يعني كان كيطالع بزاف في جميع الكتب اللي عندنا في المكتبه ديال المنزل، وكان دائما الهوس ديالو بحقوق الانسان رسخ في الدين ديالو الفكره ديال انه يدير شي حاجه على حقوق الانسان والبرلمان. دونك بالحكم ديال العمل ديالو داخل قبه البرلمان مجلس النواب، وعرف انه يمكن هذا موضوع اللي غادي يكون يعني متعطش ليه لا الطلبه لا حتى البرلمانيين حتى هما انفسهم، وبالتالي خدم على هذه الماده مزيان، دار جميع ديال الماده مزيان في يعني في الدار بالقصه ديال الحجر ديال كورونا، وجمع المصادر المرجعيات للناس اللي عندهم إلمام بالموضوع، حتى هما مشكورين المصالح والأقسام في مجلس النواب والمستشارين، وبالتالي جمع المادة مزيان وخدم عليها جلس الدار واحد المدة تقريبا ديال شهر، ودار تجميع ديال المواد كاملة اللي دار، وحرر داكشي اللي خصو حار، دار المواقف ديالو ديال وسمع للناس بزاف في هذا الموضوع هذا، وبالتالي كان النتيجة هو انه خرج هذا الكتاب هذا اللي هي فعلا هو يعني وصارة ديال مجهود كبير اللي بذلو. وبالنسبه ليا انا ك ك يعني كزوجه ديال عبد الرزاق الحنوشي، يعني طبعا كان السند، وكان يعني كان ضروري انه لان تحكم معرفتي بالموضوع ولا يعني ايماني شويه بالموضوع ديال البرلمان مجلس مستشار ومجلس النواب، فعطيته ماشي يعني ساعدته على قدر المستطاع، يعني انك توفر على الاقل وفرتي واحد الظروف اللي هي يعني مزيانه ومريحه جدا انه يخرج هذا المولود، فهذا كيكون يعني تتكون حاجه مزيانه انك تساعدي الزوج ديالك انه يخرج واحد بحال عبد الرزاق اللي مهووس يعني بكل ما كيتعلق بحقوق الانسان في جميع المجالات اللي انا يمكن كنعرفها ولا ما كنعرفهاش. ما يمكن الا كزوجه نشجعه انه يستمر في هذه المسيره هذه. هذا مولود اول يعني ليه، انا كنتمنى انه تكون امور اخرى في هذا المجال هذا، وانا متاكده انه يعني قادر.